انت اتجننتي؟ انت ازاي تعملي كده؟ ثم ايه اللي وداكي هناك؟ انا مش قلت لك ما تروحيش. مين اللي جاي؟ تشكر. يخرب بيتك وبيت سنينك، وانا ناقصك. ايهاب معقولة؟ ازيك يا تشكر؟ ازيك يا ايهاب؟ عائل مبروك، سمع كلامي وطلقك. على العموم ما تقلقيش يا تشكر، كلها تلات شهور العدة وهنتجوز على طول. لا يا ايهاب، اصله مبروك ما طلعش عائل زي ما انت فاهم. ايه؟ هو لسه مخليك على ذمته ولا ايه؟ اعمل ايه؟ بيحبني ومش قادر يفرط فيا. بيحبك؟ طب وانتي؟ بحبه برضه. كده؟ اوكي، اتهنوا مع بعض وحبوا بعض قوي، وان شاء الله كده بعد ما تدخلي السجن وتتقطعي جوه الزنزانه مع النشالات والحراميات واللازم منه، هتعرفي ان الله حق. انت ليه ايهاب عايز تفرق بين قلبين والحب تالتهم؟ ايه حكايه الغرام اللي انت جايه تحكيها لي دي؟ اشمعنى انتوا تلاقوا بعض وتحبوا بعض وانا اقف اتفرج عليكم، وانا اللي معايا الفلوس؟ ده حقد بقى. احترمي نفسك. إيهاب، أنت عارف قسوة القضبان وجبروت السجان وبرد وليل الحيطان ومفيش حمام، هتبهدل يا إيهاب. ومالك ما تتبهدلي؟ اتبهدلي يا ستي، أكنك طالعة سفاري، وبعدين اعملي حسابك تاخدي معاكي حمام محمول، وما تنسيش الدفاية، وقولي لمبروك بتاعك ده يجيب لك تكييف 3 حمار. ومصرح؟ آه مصرح بيه، مصرح كمان أهلك يزوروك التذاكر مخفضة، ولعلمك بقى المواصلات على حساب السجن، من ميدان العتبة هتلاقي ميكروباص العتبة سجن النساء. إيهاب، عشان خاطر إيهاب ارحمني، أنا متأسفة، وإذا كان على الناس اللي أنا ضربتك قدامهم، أنا مستعدية أروح لهم واحد واحد لغاية بيوتهم وأعتذر لك قدامهم. لا مش هينفع، ده الناس كتير قوي، صعب نلف عليهم. لكن في حل تاني. إيه هو؟ أجيب كاميرا الفيديو وأصور لك الاعتذار بتاعك وألف على الناس بقى كده براحتي. وتتنازل عن القضية؟ فوراً ومن غير تردد. متشكرة قوي يا إيهاب، بس في صيغة معينة للاعتذار. الصيغة اللي تقولي عليها هقولها. أنا هجيب الكاميرا، ها؟ هقول 1 2 3، هتنكشي شعرك وتتنططي كده زي القردة الحامل. بس أنا عمري ما شفت القردة الحامل. ولا أنا. طب وبعدين هنعمل إيه؟ خلاص اعملي رقصة المجنونة، تنكشي شعرك وتفردي إيديكي كده وتمشي زي العبيطة والهبلة، بس وتقولي بصوت عالي: أنا عبيطة وبريالة بطلت ضرب الرجالة. ايه الذل ده يا ايهاب؟ ده بقى ولا السجن؟ السجن بقى شهر كامل ليل ونهار، انما ده 5 دقايق، هسجل لك اللقاء ده ب5 دقايق وتتكلي على الله. ماشي يا ايهاب، وهتتنازل بعدها عن القضية؟ فورا ومن غير تردد. اوكي. ها جاهزة؟ جاهزة. هتقولي ايه؟ مش فاكرة. انا عبيطة وبريالة حرمت ضرب الرجاله، وتنكش شعرك. يلا قولي. انا عبيطه وبرياله بطلت ضرب الرجاله. قولي. لازم دي مهمه قوي. يلا وانكش شعرك، قولي يلا بسرعه. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. ما ينفعش، انا عايز عبط. انكش شعرك قوي كده. ايوه يلا يلا قولي بقى. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. ما ينفعش الكلام ده، انا عايز صدق، عايز انفعال. الله، ما ينفعش الكلام ده. فين العبط اللي احنا اتفقنا؟ عبط يعني عبط. يلا. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. اكتر. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. ادخل يا ابني، تعالى يا حبيبي، ادخلوا جنب طنط. يلا حبيبي طنط عشان تشوفوها. يلا حبيبي، يلا معاها، مع بعض كلنا. يلا مع بعض. يلا انا عبيطه وبرياله، اتفضلي. انا عبيطه وبرياله حرمت ضرب الرجاله. اكتر. انا عبيطه